طيب بصي، هو الناس ساعات بتروح حفلة أو مكان وبتبقى هي عايزة تقول لك إيه، لفتت الأنظار بإطلالتها، دايماً هي بتحب الجملة دي قوي، فهي عايزة تلفت الأنظار بقى بالإطلالة، فتيجي لازم تقوم حاطة حاجة اكسترا اوردينير بقى، اللي هي مثلا فجأة حطت حاجة جولد كبيرة، وردة في شعر يعني مثلا، حاجة صعبة. سكيرت ما اعرفش طالع منها حاجة عاملة ازاي، هي عايزة تاخد اللقطة زي ما بيقولوا. ايوه هل انتي بتتعاملي مع ده عادي بصدر رحب، انا ولا انتي بتقفلها في الموضوع؟ مستحيل والله، يعني مش هترضي. مستحيلة، لانه انا ما بحبش، انا بحب الحاجة المظبوطة الزيادة، بحب الناس الاليجنت، طب لو بحب قالت لك خليني الفت الانظار، هقولها خلاص الفتي لوحدك. مش جاي معاكي المشوار ده؟ انا مش جاية الفت خالص، مش حاجة حلوة. يعني لا هي هيبقى شكلها حلو، ولا برستيج وايز، ولا حاجه. انت عارفه يا مروه، ساعات في ناس بتصرف فلوس كتير قوي عشان تجيب اوتفيت في اي مناسبه ايا ما كانت بقى، يا فين، وفي الاخر الميرج نفسه او الحاجه اللي هي لابساها غلط ثانك يو عشان مع اتكلمتي بعضها. في الموضوع ده. فالمساله مش هي بكام، هي المساله في هي ازاي، او لايقه ولا لا. صح كده. عارفه في ناس بتعمل ايه غلط كبير شويه، اشتغلت مع ناس كتير رجاله وستات وممثلين، ناس كتير جدا، ناس ما بتلبسش مقاسها. عارفه المشكله ان الناس مش بتلبس مقاسها، دي حاجه مهمه جدا بحفظها لكل كلاينت عندي او كل ستودنت عندي. الناس بتلبس، لو انت بتلبسي 38 تقولك البس 40 اخبي عيوب جسمي، ولو بتلبس 38 عشان شكلها يبقى ارفع تلبس 36. الناس مش بتلبس مقاسها، الناس مش بتحط الكتف عند الكتف، الناس مش بتحط الاماكن، اللبس في مكانه الصح. هو ده اللي بيخلي شكل الاوتفيت مش حلو، حتى لو كان ب 200000 جنيه ب 300000 جنيه. يعني لازم يبقى فت على قد شكل الجسم، لانه في ناس مقاسي. تقول لك ايه، انا هي عاجبها شكلها فتقول لك البس ضيق عشان بقى يبقى كده، يلمني. فيبتدي غصب عنها، لان احنا بني ادمين على فكره، الصور بيبان اللي ان هو انتوا صغير عليه اصلا. بالظبط بتلاقي بتلاقي في بقى الكتف مش بزابيز عند طالعه من هنا. بالظبط، اللي هو ده فستان كنت في الاعداديه ولا ايه؟ يعني بتلاقي الديفولت تظهر بقى، يعني رغم ان هي ممكن تكون ما عندهاش مشاكل نهائي خالص، فبتطلع لها مشاكل بقى. ده حقيقي، لو لابسه اصغر من مقاسها او اكبر من مقاسها. والاوفر سايز برضو ليه رول، ان انت ما تلبسيش فيري اوفر سايز. لو انا بلبس سمول البس ماكسيمم ميديوم، مش انا بلبس سمول البس اكس لارج، هتوهي جوه الاوتفيت. اوكي، هتبقي بتلقي كده، بتلقي مش كده؟ ثانك يو سو ماتش. هي بتعمل كده فعلا. احنا في نهايه الفقره بقى، ايه النصايح العامه، الخطوط العريضه كده اللي تقوليها للسيدات يلبسوا ازاي في المناسبات المختلفه، ومصدر المعرفه؟ يعني مش كل الناس هتبقى قادره تروح لمروه مثلا نجيب وتقول لها انا رايحه كذا، تتصرف ازاي بقى السيده العاديه اللي عندها كل يوم كده حياتها اكتف؟ يعني ان هي اول حاجه تلبس اللي يليق عليها، وتبقى عامله لنفسها باك اب. يعني ايه؟ يعني مثلا يكون في سيل، في وقت، في الحاجات اسعارها لطيفه، اشتري واحط جنبي عندي باك اب في البيت، عشان لما تجيلي مناسبه ما اقعدش الف حوالين نفسي. ابص على الناس اللي هم فعلا على السوشيال ميديا بيفيدونا، حد شبهها، حد يكون لايف ستايل بتاعه شبهها، جسمه شبهها، تاخد منها انسبيريشن، تبقى عارفه، يعني تبقى عارفه المره الجايه هتلبس ايه. يعني ممكن نشوف صور لمشاهير، نشوف طبعاً صور لافراد العيله المالكه البريطانيه مثلا، او ندخل على فيديوز على اليوتيوب بتدلنا على بس جداً. الناس دي يكونوا شبهنا او فيهم مننا، صح. يعني نفس طولي، نفس لون بشرتي، نفس طول شعري، نفس لون عينيا، مش حد بقى ابعد مني خالص. لا ارفع قوي او اتخن قوي، ما انا مش هعرف. يعني هجيب نفس الاوتفيت مش هيطلع عليا بنفس، لازم الريفرنس يبقى زي او شبهي على بالظبط كده. مروه نجيب خبيره المظهر، بنشكرك شكرا جزيلا، وانا شخصيا استفدت منك كتير قوي. شكرا حبيبتي، ميرسي يا مروه، نورتينا. وعايزين نعمل بقى فقره تانية ان شاء الله عن اشهر الاخطاء ونلمها ازاي ان شاء الله.